كم تبلغ ثمن ساعة أخنوش؟ نتيجة إهمال بعض الجزئيات التواصلية، خلقت ساعة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول النشطاء صورة للساعة التي ظهر بها خلال حواره الرسمي بالقنوات العمومية لتوضيح عمل الحكومة خلال 100 يوم الماضية. وتضاربت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ثمن ساعة أخنوش، بين من يقول إن ثمنها 75 مليون سنتيم، وهناك من قال أن ثمنها في مواقع عالمية متخصصة يفوق 100 مليون سنتيم. وانتقد النشطاء ظهور أخنوش بساعة يدوية تساوي 10 ملايين. خلال حديثه عن البرامج الاجتماعية التي تعتزم حكومتها المضي فيها، بينما رأى آخرون أن رئيس الحكومة مصنف من بين أثرياء العالم وارتداؤه لساعة ثمينة يعتبر أمرا عاديا، تقول الأسبوع التي أوردت الخبر.